بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوانه حلقة الليلة حديث الثقلين سنده ودلالته القسم السابع. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله سماحة السيد. يعني سماحة السيد، هنا نريد من جنابكم الكريم في تمهيد موجز، كثير من الأخوة يسألون عن علاقة حديث الثقلين بالأطروحة المهدوية، كأن المشاهد الكريم يقول الأطروحة المهدوية خاصة بالإمام المهدي، فلماذا يقف سماحة السيد هذه الحلقات السبع مثلا أو ولعله الست؟ ولعله حلقات ولعله أخرى أيضا. أحسن. فما هي العلاقة؟ علاقة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أتذكر أني أجبت على هذا التساؤل لمرات عدة في الأبحاث السابقة، ولكنه من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين أؤكد على الجواب مرة أخرى، هو أننا في الأطروحة المهدوية قلنا يوجد هناك بابان في أبحاث الأطروحة المهدوية. نعم. الباب الأول هو الباب المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين. نعم. وهذا ما عرضناه مفصلا، من أنه لا بد من وجود شخص يظهر في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا. نعم. وهو إمام من الأئمة الاثني عشر الذين بشر بهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأنه من عترة رسول الله، وأنه من ولد فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. قلنا هذا لم يقع فيه خلاف بين أحد من علماء المسلمين إلا من شذ ونذر، وهم شرذمة قليلون. نعم. ثم دخلنا إلى الباب الثاني من بحث الأطروحة المهدوية، وهي المسائل التي وقع الخلاف فيها بين علماء مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الصحابة وأعلام مدرسة الصحابة، حيث اعتقد أعلام مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تبعا لأئمة أهل البيت أن الإمام المهدي هو حي. نعم. لا أنه سيولد بعد. نعم. ذلك، ولكنه مدرسة الصحابة يقولون ماذا؟ يقولون لا، الآن غير موجود، ولكنه يولد بعد. نعم. ذلك. نعم. وهذا هو المورد الخلاف الأول الأساسي بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة الصحابة. نعم. هذا المورد الأول. الأمر الثاني الذي وقع الاختلاف فيه أنه هل هذا الإمام، وهو الإمام المهدي، هل هو معصوم أو ليس ماذا بمعصوم. أو ليس بمعصوم. هذا هو الأمر الثاني، التفتوا لي جيدا. نحن نعتقد أن حديث الثقلين، وبعبارة أخرى كما أشرنا إلى ذلك في الأبحاث السابقة، أن حديث الخليفتين يثبت لنا أنه لا بد من وجود إمام حي من العترة معصوم في كل زمان. أحسنتم. هذا اعتقادنا في حديث الثقلين. نحن نعتقد أن حديث الثقلين سيثبت لنا كلا هذين الأمرين، يثبت لنا أنه معصوم، ويثبت لنا أنه حي يرزق، خلافا لمدرسة الصحابة التي لا تؤمن بأنه موجود ولا تؤمن ماذا بعصمته. نعم. سلام الله عليه. بل أكثر من ذلك، أن حديث الثقلين بعد ذلك سيتضح. طبعا هذه الأبحاث كان ينبغي أن نذكرها في الأخير لأنه هي نتائج البحث. نعم. ولكن أنا أستبقها حتى يتضح للمشاهد الكريم أن حديث الثقلين أو حديث الخليفتين هو في صلب أبحاث الأطروحة المهدوية. نعم. بل سيتضح لنا أن هذا الإمام المهدي المنتظر الحي المعصوم، كما سنبين ذلك من خلال دلالة حديث الثقلين، أنه هو الإمام الثاني عشر الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت. نعم.
فهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن والإمام الحسين معا. وهذه نكتة سيأتي الحديث عنها، لأنه هم يصرون أنه حسني ونحن نقول أنه حسيني، وبعد ذلك سيتضح أنه ينتسب إلى الإمام الحسني والإمام الحسيني معا. ولكن من طرف الأب إلى الإمام الحسين ومن طرف الأم إلى الإمام ماذا؟ الحسن. فلا تنافي بين أن ينسب إلى الإمام الحسن أو ينسب إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي النكتة التي على أساسها نحن حاولنا أن نقف مفصلا وبشكل تفصيلي على حديث الثقلين. أحسنتم كثيرا. طيب إذا نرجع إلى موضوعنا سماحة السيد، وهو المحور الأول، هل يوجد في المعاصرين بعد كل ما تقدم من الأحاديث الصحيحة من يرى ضعف سند حديث الثقلين بصيغة كتاب أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل البيت؟ نعم، يتذكر المشاهد الكريم نحن حاولنا لعله في الحلقات الست الماضية أن نثبت أن الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو حديث الثقلين أو حديث الخليفتين إنما ورد بصيغة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وذكرنا عشرات المصادر التي ذكرت هذا الحديث بهذه الصيغة وصححته. نعم، وصححت هذا الحديث كما تفضلتم في الأبحاث السابقة. نعم، إلا أننا وجدنا من المتقدمين من حاول أن يشكك في سند هذه الصيغة أو هذا الحديث بصيغة كتاب الله وعترتي كما قرأنا من العلل المتناهية. ولكنه من المعاصرين، نعم من المعاصرين، يوجد البعض حاول أن يشكك في صحة سند حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وعترتي، وحاولوا إثبات أن الصحيح كتاب الله وسنتي. أنا في مقام الجواب عن ذلك فقط أرجعهم إلى ما ذكره العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، هناك قال في المجلد الرابع صفحة 358، التفتوا جيدا، عبارته هذه، يقول: بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد كتب علي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية أوائل سنة 1402 من الهجرة، فلقيت في قطر بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين، فأهدى إلي أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث. أي حديث؟ حديث الثقلين. نعم، اللي هو بصيغة كتاب الله وعترتي. فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بهذه الصناعة. أحسن. يعني ليست له خبرة في علم الرجال وفي علم الحديث وفي علم أسناد النصوص، وذلك من ناحيتين ذكرتهما له. يعني بعد أهدان الرسالة قلت أن هذه الرسالة فيها إشكالان. الإشكال الأول أنه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة، ولذلك قصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام عليه. أحسنتم. لم يستوعب المصادر جميعا حتى يعرف أن هذا الحديث سنده صحيح أو لا، وفاته، وهذه النكتة أشرنا إليها في الحلقة السابقة، وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات. الأمر الثاني أنه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء. أحسنتم. وما أكثرهم، وما أكثرهم كما أشرنا إليهم في الأبحاث السابقة، ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في مصطلح الحديث. في الأمر الثاني العلامة الألباني يريد أن يشير إلى هذه النكتة، يقول: حتى لو سلمنا أن أسانيد
صيغتي كتاب الله وعترتي هذا الحديث كانت الأسناد ضعيفة، فإن بعضها يجبر ماذا؟ بعض. يجبر بعضها. لذا يقول أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق. أحسنت. حتى لو كان الحديث ضعيفا، نعم، فإنه إذا تعددت طرقه قد يتقوى ماذا؟ فما ذلك الطرق. به وهو فما صحيح. بالك وهو صحيح وحسن. أحسنت. لنفسه ولذاته ولغيره. أحسنت. كما أشرنا إليه. نعم. فوقع في هذا الخطأ الفادح في تضعيف الأحاديث، في تضعيف الحديث ماذا؟ الصحيح. هذا ما ذكره العلامة الألباني بعد المراجعة. خير رد سماحة، خير رد على من بلي هم هو ده يرد، يقول بأنه هذا الرجل. نعم. هسم لم يشر إلى أن هذا الدكتور الذي ضعف من هو. نعم. ولكن عندما راجعنا كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف للحافظ السخاوي، هناك وجدنا في الجزء الأول من الكتاب في مقدمة الكتاب بعد أن يذكر يقول في الرقم 13، يقول حديث الثقلين وفقهه للدكتور علي أحمد السالوس معاصر، نشرته دار إصلاح للطباعة والنشر أبو ظبي، اللي هو يقول أيضا في الإمارات. في الحاشية يقول المعلق تجدر الإشارة إلى أن المؤلف ضعف فيه حديث الثقلين في هذا الكتاب. في هذا كالراس صغير. كالراس المطبوع. نعم، ضعف فيه حديث الثقلين على كثرة وتعدد طرقه. المعلق يقول. نعم. يعني الذي علق وهو خالد بن أحمد بابطين، يقول أنه ضعف هذا الحديث على كثرة وتعدد طرقه وقوله مردود. الحمد لله. يقول هذا بابطين المحقق وكذلك العلامة الألباني. نعم. أنه هذا الكلام ناشئ عن قلة البضاعة في هذا ربما لحاجة في نفسه. أحسنتم. نعم. ولذا أنا بودي هنا أشير إلى نكتة، وهو أنه لا يغتر الإنسان بمجرد أن يسمع أنه هذا الإنسان أكاديمي وهذا الإنسان دكتور وهذا الإنسان يدرس في جامعة وهذا الإنسان، هذا ليس بالضرورة يعني أنه من أهل الاختصاص. لا بد واقعا أن الذي يتكلم في مثل هذه الحقائق وخصوصا في كل باب لا بد أن يكون من أهل الاختصاص وأن يكون من أهل العلم. ومع الأسف الشديد نحن الآن في هذه الظروف نجد أن كثيرا ممن يخرجون على الفضائيات ويدعون أنهم من أهل العلم أنهم ليسوا من أهل العلم واقعا، بشهادة الأعلام من أمثال العلامة الألباني ومن أمثال هؤلاء المحققين وغيرهم. إذن اتضح إلى هنا أن الحديث الذي ورد وهو حديث الثقلين أو حديث الخليفتين الذي ورد بصيغتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا مجال للشك والتردد والطعن فيه أبداً. ومن طعن فيه فإما أنه ليس من أهل العلم أو أنه هناك نعم. واقعا في نفسه حاجة لا نعلم لماذا طعن فيه. أحسنتم كثيرا، صار واضحا. طيب إذا سلمنا والحمد لله ثبت بما لا شك فيه، بما لا شك فيه صحة الحديث بعبارة كتاب الله وعترتي. أحسنتم هذه الصيغة. ولكن سمح سيد، هل توجد هناك صيغة أخرى لهذا الحديث تختلف عن صيغة كتاب الله وعترتي؟ أحسنتم. نعم، في الواقع بأنه هنا في المقدمة بودي أن أشير أن هناك مجموعة من الملاحظات. نعم، من الواضح الإنسان عندما يراجع الآن كثير من الفضائيات وعندما يستمع إلى كثير من الخطباء سواء كانوا أئمة جمعة أو أئمة جماعة أو عندما يستمع إلى أبحاثهم ومناظراتهم وكذا، نجد أنهم يؤكدون على أن حديث الثقلين إنما ورد بصيغة كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وسنة نبيه، هسه إما بهذا اللفظ وإما بذاك اللفظ. ولكنه قبل أن أشير إلى أنه هل يوجد هناك بحث سند لهذا الحديث أو لا يوجد هناك، دكتور مجموعة من الملاحظات بودي أن أشير إليها وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق ومنظم. هذه الملاحظات هي كما يلي. الملاحظة الأولى
أنه عندما نريد أن نبحث عن هذا الحديث أو عن هذه الصيغة وهي صيغة كتاب الله والسنة، لسنا الآن بصدد أن نبحث أنه هل يوجد تناف بين الدلالتين أو لا يوجد. يعني الصيغة الأولى كتاب الله وعترتي وقد ثبتت. نعم. افترضوا أن الصيغة الثانية وهي كتاب الله وسنتي أيضا ماذا؟ ثابتة. نعم. فهل يوجد تناف بين في الدلالة؟ في الدلالة. نعم. أو لا يوجد؟ الآن لا نتكلم في ذلك. بحث ذلك إن شاء الله عندما نأتي إلى فقه هذا الحديث ودلالة ومضمون هذا الحديث سوف نعرض البحث أنه هل يوجد تناف أو لا يوجد تناف. نعم. بل قد يقول قائل أنه كلا المضمونين ماذا؟ صحيح، سواء ورد بعترتي أو ورد بسنتي كلاهما صحيح. الآن البحث الدلالي نؤجل الحديث عنه إن شاء الله تعالى إلى الأبحاث اللاحقة إن شاء الله. وإنما نحن نريد أن نبحث فقط في سند هذا الحديث. نعم. وهو أنه هل يوجد عندنا حديث صحيح السند وصحيح الإسناد صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في قبال حديث كتاب الله وعترتي؟ نعم. حتى يستطيع أن يكون منافسا له ويكون معارضا له ويكون في عرضه، أو لا يوجد عندنا مثل هذا السند. نعم. إذن البحث بحث ماذا؟ سندي. في السند لا في الدلالة. نعم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أننا نريد أن نبحث في أنه إذا لم يكن هناك سند صحيح، لأنه يوجد احتمالان، أن يوجد لهذه الصيغة سند صحيح، الاحتمال الثاني ماذا؟ أن لا يوجد له سند صحيح. نعم. كلا الاحتمالين وارد. نعم. الآن في أول الأمر نحن لسنا لا بصدد الإثبات ولا بصدد النفي. نعم. الاحتمال الأول أن نقول أن هذا الحديث بهذه الصيغة لا سند صحيح له، وهذا ما سنعرضه له إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة. هنا تأتي ملاحظتان أساسيتان دكتور. نعم. إذن إذا لم يكن له سند صحيح، لماذا نجد أن هناك إصرار من المتكلمين في الفضائيات، وهناك إصرار من خطباء الجمعة وخطباء الجماعة، وهناك إصرار من المتحاورين في الأبحاث العقدية يصرون على أنه ماذا؟ كتاب الله وسنتي. نعم. مع أنه لا سند صحيح ماذا له. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمرين، التفتوا جيدا. الأمر الأول يكشف لنا أن هؤلاء واقعا ليسوا أهل أمانة علمية في الأمور الدينية. أحسنت. والعقدية. نعم. مع أنه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت لما أقول، واقعا إذا ثبت أن السند صيغة كتاب الله وسنتي ليس بصحيح، هذا السند ليس بصحيح، وقع الإنسان يشك في الأمانة العلمية لهؤلاء. نعم. لماذا؟ يعني يدور الأمر بين إما أنهم جهلة لا يعلمون، وهذا بعيد جدا لأن كثير منهم من كبار العلماء. نعم. في هذا المجال، أو أنهم يعلمون ومع ذلك ماذا؟ يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق وهم يعلمون. نعم. إذن واقعا يحصل هناك شك في الأمانة العلمية لهؤلاء. الأمر الثاني أنه يكشف لنا عن أمر خطير آخر، وهو أن هؤلاء يحترمون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو لا يحترمون، أم يضعون على لسانه ما لم يقل. أحسنتم. واقعا رسول الله يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولكن هم يصرون على أنه كتاب الله وسنتي. هذا معناه أنهم واقعا هم بصدد اتباع السنة أو ليسوا بصدد اتباع السنة. لو كانوا، وأنا أجد على بعض الفضائيات عندما يخرج المتحدث منهم عندما يقرأ حديثا من البخاري أو من مسلم أو من أي كتاب آخر، إذا ورد ذلك الحديث بصيغ متعددة أجد أنهم يقولون ورد بصيغة كذا وصيغة كذا وصيغة كذا. خب يا إخوان، ولا أقل قولوا عشرات الروايات قرأناها. نعم. يعني حتى لو فرضنا، التفتوا لي جيدا، حتى لو فرضنا أن صيغة وسنتي صحيحة السند. نعم. وصيغة وعترتي أيضا ماذا؟ أيضا صحيحة السند. فكان ينبغي على الإنسان المنصف، على الإنسان الذي يدعي أنه تابع للسنة النبوية، على الإنسان الذي يحترم تبعيته للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، على الإنسان الذي يحترم الأمانة العلمية، عليه ماذا؟ عليه أن يشير إلى الصيغتين معا. نعم. يقول ورد بصيغة عترتي
وورد بصيغة ماذا؟ نعم. وسنتي. لا أنه يصر على أنه ورد بصيغة وسنتي، بل يسفه أولئك الذين يقولون أنه ورد ماذا؟ بصيغة وعترتي، بل يقول أنه ماذا؟ ضعيف السند. ولذا واقعا أنا من هذه القضية أوجه خطابي إلى جميع المسلمين في العالم، وخصوصا أهل الاختصاص والمثقفين والمؤمنين جميعا، المسلمين جميعا في العالم. واقعا فليجعلوا هذا الحديث معيارا لمعرفة الأمانة العلمية الموجودة عند علماء من يدعون أنهم تبع للسنة النبوية وبين علماء مدرسة أهل البيت. أحسنتم. يعني فلينظروا إلى هذه الحقيقة، لينظروا نحن الذين نتقيد بالسنة النبوية إذا ثبتت، أم أولئك الذين يغيرون السنة. ورد الحديث بصيغة وعترتي أهل بيتي، ولكن هم يصرون على أنه ماذا؟ وسنتي، مع أنه له سند صحيح أو ليس ماذا؟ أحسنتم. ليس له سند. قل أتعلمون الله بدينكم. نذهب إلى فاصل سمح سيد. نعم، إذا المشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمة الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمة الله وقد ختم النذر. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم. أهلا بكم. مرحبا بكم. حياكم الله. نعم، توقفتم قبل الفاصل. نعم، واقعا أنا أريد أن المشاهد الكريم في أي بقعة كان، ومن أي مذهب كان، ومن أي اتجاه فكري كان، أنتم تعلمون بأنه مسألة علماء المسلمين ليسوا على طريقة واحدة، سواء كان في الأبحاث العقدية أو في الأبحاث الفقهية. في الأبحاث الفقهية على مدارس متعددة، مذاهب متعددة. في الأبحاث العقدية أيضا على اتجاهات متعددة ومباني ومدارس مختلفة. لا أريد أدخل في هذا المجال بشكل تفصيلي، ولكنه واقعا خطابي موجه إلى الجميع. فلينظر المشاهد الكريم أنه في هذا النص الوارد عن الرسول الأعظم، والذي اتفق الجميع أن هناك نص ورد عن الرسول الأعظم اسمه حديث الثقلين. نعم. سواء كان حديث الثقلين أو حديث الخليفتين، فلينظروا إلى الأمانة العلمية هل هي متوفرة في أتباع وعلماء مدرسة أهل البيت، أو متوفرة في الآخرين الذين يصرون على أن هذا الحديث ورد بصيغة ماذا؟ كتاب الله وسنتي. نعم. هذا البحث سيعين لنا واقعا أن الحق مع أتباع وعلماء مدرسة أهل البيت الذين يصرون. ثم ما هذا الإصرار، ما أدري ماذا أعبر، واقعا لا أعبر أفضل، ما هذا الإصرار على أنه لابد أن لا يذكر أهل البيت، أن لا يذكر العترة؟ يعني وكأنه هناك موقف سابق. نعم. من العترة ومن ماذا؟ أو شيء يخيف ومن أهل. يعني نعم. يعني لابد أن هذا الاسم بقدر ما يمكننا لابد ماذا؟ أن نبعده. نعم. عن هذا. ما هي الحالة النفسية التي ابتلى بها هؤلاء الذين يضطرون إلى مثل هذه الأعمال؟ على أي الأحوال هذا أتركه للمشاهد الكريم. ولكن هنا كما قلت بأنه إما أن الحديث ضعيف من حيث السند، ولا سند له، أو سنده ضعيف. نعم. وإما له سند ماذا؟ صحيح. نعم. فإذا كان سنده ضعيف فلماذا الإصرار على ذكره على منابركم وفضائياتكم ونحو ذلك؟ وحتى لو كان السند صحيحا فلماذا فقط الاكتفاء بهذه الصيغة وعدم ذكر ماذا؟ الصيغة الثانية. هنا تعجبني كلمة صدرت لأحد الأساتذة المعاصرين، وهو ما ورد في كتابي الدكتور محمد علي البار، الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي، الرسالة الذهبية، الدار السعودية للنشر والتوزيع. نعم. في هذا الكتاب أنا أقرأه من متن هذا الكتاب في صفحة 21 من الكتاب.
في صفحة 21 من الكتاب بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه العبارات. يقول: والغريب حقا أن حديث الثقلين هذا رغم وروده في صحيح مسلم، والمشاهد لابد أن يلتفت أن هذا مطبوع في المملكة العربية السعودية، رغم وروده في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وصححه وحسنه والحاكم النيسابوري في المستدرك ومسند الإمام أحمد وفي المعجم الكبير للطبراني وإسناده صحيح، التفتوا جيدا، إلا أن معظم المعاصرين من العلماء والخطباء يجهله أو يتجاهله. سبحان الله. سواقعا لماذا لابد أن يسأل لماذا؟ لماذا يتجاهلون؟ نعم. واقعا لماذا يتجاهلون هذا النص، هذه الصيغة؟ الإنسان يقول أنهم يجهلون، لا، أنا واقعا لا أقبل، لأنه في هؤلاء علماء كبار نحترم علمهم وإن كنا نختلف معهم. نعم. لا أتكلم عن كل هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات، لا لا، في تلك الاتجاهات يوجد علماء كبار. قال: ويوردون بدلا عنه حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بدل ماذا؟ بدل وعكم. بدل الأصل. نعم. وهو في موطأ الإمام مالك وفي سنده ضعف وانقطاع. هذه بدايتها تضعيف. سبحان الله. هسه بعد ذلك سيتضع أنه أساسا له سند أو ليس له سند، أساسا نعم. مرسل لعله. نعم. بحثه سيأتي بعد ذلك. يقول: وإن كان متنه ومعناه صحيحا. احنا قلنا الآن ليس لنا بحث دلالي. نعم. ومضموني أنه يتنافى أو لا، نتكلم في السند الآن. نعم. وكان من الواجب، هذا محل الشاهد. نعم. وكان من الواجب إيراد الحديثين كلاهما معا لأهميتهما في الباب. أحسن. يعني واقعا حتى لو فرضنا أن سند وسنتي أيضا ماذا؟ صحيح. صحيح السند، وينبغي أن نقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بصيغتي وعترتي، وورد أيضا بصيغتي وسنتي. أنا أجد أن بعض هؤلاء المحتاطين منهم عندما ينقلون حديثا من البخاري، إذا أكو هناك حرف جر من أو على، يقولون ورد تارة من وتارة ماذا؟ نعم. على. هذه أمانة علمية. جيد، أمانة علمية هي هذه. لماذا أن هؤلاء عندما يصلون إلى حديث الثقلين يتناسون أو ينسون ماذا؟ وعترتي. هذا وعترتي، أو يتناسون ويتجاهلون كما يقول المؤلف. على أي الأحوال التفتوا جيدا، يقول: وكان من الواجب إيراد الحديثين كلاهما معا لأهميتهما في الباب، أما كتمان هذا الحديث الشريف الصحيح فهو من كتمان العلم. أحسنتم. وقعا ماذا يقولون؟ سيلزم صاحبه يوم القيامة. وأحسنتم. نعم. من كتمان العلم الذي هدد الله ورسوله فاعله. يعني من يكتم العلم. أما الله كيف هدد؟ قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أحسنتم. واقعا هؤلاء يلتفتون عندما يكتمون الصيغة وعترتي، ماذا دا يفعلون؟ ماذا سيقولون لله؟ واقعا لا، دا يقعون موقعا للعنة الله سبحانه وتعالى. نعم. وموقعا للعنة ملائكته، وموقعا ويكونون من مصاديق من يلعنهم الناس أجمعين. نعم. واقعا خطير جدا وعظيم جدا، ولكنه واقعا لا أستطيع أن أقول، أترك الأمر للمشاهد الكريم هو الذي يحكم. قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. أحسن. وأصلحوا. جيد. خب هؤلاء الآن قد يقول لي قائل أنه إلى الآن لما نكن نعلم بأنه هذه الصيغة صحيحة، الآن نريد أن نصحح، ما يكفي أنه تذهب إلى 2 أو 3 من تلامذتك وتقول بأنه لا وعترتي، لابد أن تخرج على الفضائيات وتبين. أن وبين. وتبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. على الفضائيات. بلي، على الموقع الذي ذكروا. أحسن. ذاك وكتموا هذا، لابد أن يبينوا ذاك. نعم. أي موقع؟ وقف في المسجد النبوي وقال ذلك، لابد أن يذهب إلى المسجد النبوي ويقول: أيها الناس
كنا نقول وسنتي، اعلموا أنه كما ورد وسنتي ورد ماذا؟ وعترتي. وإلا يكون مصداقا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ماذا؟ اللاعنون. يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذا خرج في المسجد الحرام لا بد أن يفعل، إذا خرج في الفضائيات لا بد أن يفعل، وإلا يكون مشمولا للعنة الإلهية. فأولئك أتوب عليهم، هذا هو شرط قبول توبتهم، أن يبينوا، لا فقط أن يقروا مع أنفسهم. يعني بعبارة أخرى أيها الأخ العزيز أيها المشاهد الكريم، ما يكفي أنه أنت على الملأ تشتم أحدا تسب أحدا على المنابر على الفضائيات ثم تذهب في الليل خفية وتعتذر من هذا، لا يكفي، لابد على نفس الموقع الذي شتمته وسببته وكتمت العلم عليه وصار منشأ لضلاله، إذا أردت أن تتوب إلى الله ماذا؟ لابد أن ترجع إلى نفس تلك المواقع. على أي الأحوال، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هذا تهديد الله، أولئك يلعنهم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم علما إلا أن يقولوا بأنه لم يثبت وعترتي وقد وثبت فيما سبق. إذا لم يكن يعلموا الآن علموا أنه ثبت، وإن يقولوا لا مو ثابت فليخرج على فضائياتهم واقعا، هذا هو الحوار العلمي الذي دعوت إليه منذ أشهر، فليخرج على فضائياتهم. هذه النصوص التي قرأناها لصيغتي وعترتي يقولون لا هذه ضعيفة السند، هذه السيد الحيدري يدلس، لم ترد في هذه المصادر التي أشار إليها. كما هي عادتهم مع الأسف الشديد، الموقع الذي لا يستطيعون أو المورد الذي لا يستطيعون الإجابة عنه مباشرة يتهمونه بالكذب والتدليس والتلاعب بالألف فاضي ونحو ذلك. يقول: وقال رسول الله: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فليحذر هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الفضل. هذا كلام من؟ كلام الكاتب. نعم. فليحذر هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الفضل على آل بيته ولا ينكرونه مثل ما فعل أحبار اليهود. أحسنت. واقعا هو دي يشبههم، مو أنا، كتموا علمهم برسالة النبي والآن دي يكتمون هؤلاء الذين لا يخرجون على الفضائيات ويقولون وعترتي، دي يكتمون علم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أتانا منه أنه قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، مع أن القرآن أمضى أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على أي الأحوال، قال: كما ولا ينكرونه مثل ما فعل أحبار اليهود، كتموا علمهم برسالة النبي حسدا وبغضا فباءوا بالخسران المبين. هذه كانت مجموعة من الملاحظات كان بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. الآن أتي إلى سؤالكم دكتور. تفضل. قلتم بأنه أساسا هل توجد صيغة أخرى أو توجد؟ نعم توجد صيغة أخرى، هذه الصيغة أشار إليها لعله أول من أشار إليها هو الإمام مالك الموطأ في كتابه الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس المتوفى سنة 179 من الهجرة، برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي المتوفى 244 من الهجرة، المجلد الثاني، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي، المجلد الثاني صفحة 480، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، الحديث رقم 2618. قال: وحدثني عن مالك، باعتبار برواية يحيى. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله قال كذا. وأين السند؟ لا يوجد سند مرسل، الرواية لا سند له. نعم. يعني في موطأ مالك الرواية ماذا؟ مرسلة، لا سند ماذا؟ لا سند لها. نعم. هسه أولئك الذين يدعون أن الرواية موجودة قبل مالك بأسناد أخرى، واقعا أنا أستفيد منهم، واقعا أنا بحسب تتبعي لم أجد لها سندا قبل ماذا؟
قبل الإمام مالك. بعد ذلك وضعت الأسناد لهذا النص. هسم لا أقول وضعت وإنما حتى يقول أنه يتهمهم بالوضع، لا 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 أبدا، إنما أقول استحدث السند بعد ذلك، وإلا في موطأ مالك لا يوجد هناك سند. قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما، مو ما أحببتموها، ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. ما أدري واضح هذه القضية؟ إذن عندما ننظر إلى هذا المعنى نجد بشكل واضح أنه هذا النص، أن هذا الحديث بصيغة كتاب الله وسنة نبيه في موطأ مالك له سند أو ليس له سند؟ ليس له سند. فهو ماذا؟ بلغه. فهو بل أحسنتم، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا وكذا. ولذا نجد بأنه الدكتور بشار عواد معروف يقول أنه وهذا الحديث معروف معروف مشهور عن النبي عند أهل العلم. أنا لا أعلم. طيب معروف لكن أين سنده؟ ما لا أعلم، لا أعلم، لأنه هو وجد أنه لا يوجد هذا. طبعا هذا الكلام ينقله من ابن عبد البر في التمهيد كما سأقرأ لكم العبارة. يقول بأنه ومن هنا فهو يستغني عن الإسناد. عجيب. أنا لماذا؟ لماذا؟ أن القضية عندما وصلت إلى وسنتي اللي تريد أن تحذف وعترتي صار غنيا ماذا؟ عن الإسناد. عن الإسناد. لماذا؟ ما هي المشكلة مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو مع عنوان عترة النبي صلى الله عليه وآله؟ أنا الآن لا أريد أن أدخل لأنه إن شاء الله في البحث اللاحق سأقف مفصلا ما هو من هم المراد من قوله عترتي أهل بيتي، وقعا من المقصود؟ هل المقصود هذا الذي متداول على ألسنة البعض؟ هل المقصود أنه هل يشمل نساء النبي؟ لا يشمل نساء النبي؟ سأقف بنحو تفصيلي حتى إن شاء الله تعالى يتضح للمشاهد الكريم أن هذه القضية كانت واضحة في صدر الإسلام من المقصود بالعترة وبأهل البيت، وإنما التشويش والغموض والإبهام إنما صار بعد ذلك. كما أنه حديث الثقلين، حديث الثقلين صيغة كتاب الله وعترتي كانت ماذا؟ من الواضحات، هي الصيغة السائدة. ولذا تجدون أن كل كتب التاريخ، كل كتب الحديث، كل كتب اللغة، كل كتب التفسير لم تذكر إلا نادرا صيغة وسنتي، وإنما الأصل فيها صيغة ماذا؟ وعترتي. نعم كلما ابتعدنا عن صدر الإسلام نجد أنه بدأ ماذا؟ بدأ التلاعب، وبدأنا بوضع الأسناد لصيغة ماذا؟ وسنتي. وهذا ما سنعرض له إن شاء الله تعالى لاحقا. أحسنتم كثيرا. طيب سمح سيد، هل معنى ذلك أن الحديث بصيغة وسنتي لا سند له على الإطلاق؟ لا 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 لا، ليس الأمر كذلك. واقعا ليس الأمر كذلك. نعم. يعني قد يتصور البعض من كلامنا هذا أننا نريد أن نقول أن صيغة وسنتي لا سند له، حتى غدا مولانا يذهبون في المواقع وفي الفضائيات ويصرخوا لا لا له أسناد متعددة وإلى لا لا أبدا. أنا قلت أنه في موطأ الإمام مالك لم يرد لهذا النص الذي هو أقدم المصادر، ولعله أقدم المصادر الذي أشار إلى هذه الصيغة. لا أقل أنا ما وقفت على هذه الصيغة، هي صيغة وسنتي قبل الموطأ للإمام مالك. على أي الأحوال هذه الصيغة إخوان الأعزاء حاول جملة من الأعلام أن يذكروا لها أسناد متعددة، من أولئك الذين ذكروا سندا لها هو ما ورد في كتاب التمهيد، في كتاب التمهيد. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا الكتاب لعله في الأبحاث السابقة لم نشر إليه، في كتاب التمهيد، لا أشرنا إليه في التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تأليف الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق أسامة بن إبراهيم وحاتم أبو زيد. هناك في المجلد 14 من هذا الكتاب اللي هو شرح الموطأ مالك، يقول قال أبو عمر، بيودي المشاهد الكريم يلتفت،
بعد أن يقول مالك أنه بلغه أن رسول الله قال. نعم. خب وجد أن هذا الحديث له سند أو ليس لا سند له. لا سند. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر. نعم. مؤلف الكتاب صاحب التمهيد. وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن النبي. وأنا لا أعلم من أين جاء أنه معروف، من أين جاء أنه مشهور، من أين. المهم فقط يقول هذا الكلام عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد. وكيف اشتهر من غير سند؟ وقعا لا يعني هذا أمر عجيب. حس مع كل ذلك. نعم. بيني وبين الله نحمله على الصحة، نقول نعم له أسناد متعددة لأن نعرض لها. السند الأول، بودي أن المشاهد الكريم، هذا هو الطريق الأول لحديث الثقلين بصيغة وسنتي أيها المشاهد الكريم، بودي وأنا إن شاء الله فقط أنتهي من الطريق الأول، إذا كانت هناك مداخلات دكتور سوف نسمع لها إن شاء الله. نعم. السند الأول وهو قال حدثنا فلان حدثنا إلى أن يقول قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي قال حدثنا عبد العزيز عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي. هذا الحديث أنا لا أريد أن أقف عند كل الرجال الذين وردوا في سندي هذا الحديث، وإنما أكتفي بشخص واحد وارد في سندي هذا الحديث، وهو صالح بن موسى الطلحي. أقرأه مرة أخرى، المشاهد الكريم خلي يلتفت حتى عندما نقرأ الترجمة يتضح، خلي يكتب الاسم صالح بن موسى الطلحي. سنقف عند هذا الإنسان. نعم. انظروا ماذا يقول أهل الترجمة، كبار أهل الترجمة عن هذا الإنسان فيما يتعلق بصالح بن موسى الطلحي. في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي المجلد الثاني صفحة 277، التفتوا جيدا، رقم الترجمة 3648، يقول صالح بن موسى بن عبد الله إلى أن يقول بن عبيد الله القرشي الطلحي كوفي ضعيف. كوفي ضعيف. التفتوا جيدا هسه ماذا ينقل عن أعلام علماء الرجال في هذا المجال، إلى أن يأتي وينقل قال يحيى ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وهكذا مولانا سيبدأ بين مولانا يبين من هو الطلحي مولانا. نعم. من هو الطلحي. واللطيف في هذا المجال ليعطينا شاهد على أن له روايات موضوعة، يقول عن أبي هريرة مرفوعا إني قد خلفت فيكم ثنتين كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا. يعني هذا يجعله مثال من أمثلة ماذا، هاي الروايات الموضوعة التي ماذا يحدث بها الطلحي. أحسنت. من ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي، هذه ترجمته، هذه الترجمة الأولى. وكذلك ورد في تهذيب التهذيب للحافظ العسقلاني الشافعي في تهذيب التهذيب المجلد الثاني في صفحة 201، بعد أن يشير، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الترجمة بشكل واضح، يقول صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفي قال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جدا كثير المناكير عن الثقات. يعني يضع الحديث على لسان من؟ الثقات. على لسان الثقات. قلت إلى أن يقول وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي لا يكتب حديثه ضعيف، وقال في موضع آخر متروك الحديث، إلى أن يقول وقال أبو نعيم متروك يروي المناكير.
يعني هذا الحديث وسنتي يعد ماذا؟ يعد من المناكير. هذه ترجمة هذا الرجل الذي ورد في سند هذا الحديث. مرة أخرى أشير إلى سند هذا الحديث، انظروا إلى السند، يقول حدثنا صالح بن موسى الطلعي. ولهذا تجدون دكتور أن كل من عرض هذا الحديث عن أبي هريرة بطريق صالح الطلحي، كل المعلقين والمحققين الذي حققوا الكتب قالوا أنه ما هو؟ أن الحديث ضعيف. سبحان الله. يعني لا يوجد أحد صحح هذا الحديث. منهم ما ورد في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي، السنن الكبرى للإمام البيهقي المجلد العاشر صفحة 220. أنا بودي المشاهد الكريم يلتفت، رقم الحديث 20337. الرواية تقول عن حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن أبي هريرة، التفتوا للحاشية، رقم 20337 يقول ضعيف مداره على صالح وهو متروك الحديث. يعني كل المحققين، هسه من هذا المحقق؟ هو إسلام منصور عبد الحميد، ومن أولئك الذين أيضا أشاروا إلى هذا المحققين الذين أشاروا إلى الضعف ما ورد في شرح أصول اعتقادي أهل السنة والجماعة للشيخ الإمام الحافظ اللالكائي. هناك هذا الكتاب لعله لم نشر إليه في الأبحاث السابقة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة للالكائي، المتوفى 418 هجرة، تحقيق الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي الأستاذ بقسم العقيدة بجامعة أم القرى مكة المكرمة دار طيبة، المجلد الأول صفحة 89، رقم الحديث مولان، رقم الحديث 90. بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، قال رقم الحديث حدثنا صالح بن موسى يعني الطلحي، نعم، عن عبد العزيز عن أبي هريرة إني خلفت فيكم ما لن تظلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. التفت ماذا يقول؟ يقول سنده، التفتوا جيدا، سنده ضعيف فيه صالح بن موسى الطلحي، قال فيه الذهبي ضعيف، وقال يحيى ليس بشيء ولا يكتب، وقال. إذن الآن هذا المحقق الأول كان إسلام منصور عبد الحميد، وهذا هو المحقق الثاني الدكتور أحمد بن سعد الغامدي. نعم. وممن أشار أيضا إليهم كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المؤرخ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 462 من الهجرة، تحقيق أبو عبد الرحمن، حققه عادل بن يوسف العزازي. هناك في صفحة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، في صفحة 212 بعد أن ينقل الحديث يقول كتاب الله وسنتي، رقم الحديث 274، انظروا رقم الحديث رقم واحد، يقول إسناده ضعيف. يعني كل الذين حققوا الكتب عندما يصلون إلى هذا الحديث يقولون ماذا؟ ضعيف. يقولون إسناده ضعيف. نعم، بعد ذلك ينقل الحديث يقول إسناده ضعيف ولكن حسن لغيره، وهذا بعد ذلك سيأتي. هل يمكن أن يجبر بعضها بعضا؟ وممن أيضا أشار إلى ذلك إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تصنيف المعروف بابن قيم الجوزية، قرأه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي المجلد الرابع صفحة 84، بعد أن ينقل الحديث يقول كتاب الله وسنتي، يقول رواه وهذا إسناد ضعيف جدا. لا إله إلا الله. صالح بن موسى الطلحي قال ابن معين ليس بشيء، لا قال البخاري، قال إذن الطريق الأول
اتفقت كلمة جميع المحققين والأعلام أن فيه الطلحي، والطلحي منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يكتب، متروك الحديث، متروك الحديث، إلى غير ذلك. هذا هو الطريق الأول. أحسنتم كثيرا. طبعا يعني الآن المشاهد الكريم لعله يقول: ما الذي دعا هؤلاء أن يتركوا ذلك الحديث الصحيح القوي المتواتر بتعبيرهم هم؟ نعم. ولكنه يأتون إلى الأحاديث الضعيفة مع الأسف الشديد ويحاولون أن يوصلوها إلى ذهن الأمة. نعم. واقعا هذا يدل على ماذا؟ الأمر متروك للمشاهد. أحسنتم. الكريم، إذن نذهب إلى فاصل ونستقبل اتصالات الإخوة سماحة السيد المشاهد الكرام. بعد الفاصل نستقبل ما لديكم من مساهمات، تابعونا بعد هذا الفاصل. كيف يمكن أن نقول بأن هؤلاء ساووا بين الصحابة في النقل، مع أنه من الناحية الواقعية ومن الناحية التاريخية لا أقل، فليعلموا أن عليا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله أنه مطهر في القرآن. اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، بمجرد رأى رسول الله صار عدلا، ومو فقط صار عدلا، لو فعل ما فعل تسقط عدالته أو لا تسقط؟ لا، لا تسقط، لا تسقط أبدا. وأنا معتقد اعتقاد جازم أن عموم المسلمين لو اتضحت لهم الحقائق يريدون أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا بودي أولئك الذين يخرجون على الفضائيات لا أقل فليخجلوا من أنفسهم عندما يأتي اسم يزيد يقول ماذا؟ أمير المؤمنين يزيد، وأنه فليخجلوا من أنفسهم. هذا القاتل من؟ قاتل ابن بنت رسول الله. مرحبا بكم من جديد ومرحبا بسماحة السيد. سماحة السيد معنا الأخ عمر من سوريا، تفضلوا أخ عمر. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام أخي العزيز. كيف حالك دكتور؟ حياكم الله، بارك الله فيكم. تفضل. لقد أعطيتم دراسة وافية وكافية عن حديث الثقلين. نعم. وهو التمسك والأخذ والاتباع. نعم تفضلوا. نعم. أما الطرف الثاني فيقولون أنه المودة، وهذا خلاف الحديث. نعم. والمودة ذكرها الله في كتابه العزيز: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة. نعم. فسؤاله الآن يوجد. طيب. سؤال دكتور. أحسنتم. نعم يعني الآن هذه أحسنتم، المداخلة وضحت، شكرا. يعني القرآن فرق بين المودة وبين التمسك والاتباع والآخذ. نعم. إذا لديكم سؤال تفضلوا أخي الكريم أخ عمر. إذا لديكم سؤال تفضلوا. طيب. ليس لي سؤال، بس حبيت أوضح. شكرا على مداخلتكم أخي العزيز. حياكم الله. شكرا الأخ عمر. معنا الأخ أبو محمد من السعودية، تفضلوا. تفضلوا. أبو محمد تفضلوا. تفضلوا. نعم أبو محمد. نعم أبو محمد. طيب معنا الأخ أبو حيدر من البحرين، تفضلوا أبو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا بك أخي العزيز. سوف صراحة انتظرت طويلا على الخط، وأرجو أن تعطوني مهلة لأني انتظرت على الخط، فهذا يأخذ من رصيدي. طيب. سوف أدخل بالموضوع مباشرة إن شاء الله. سار حديث قال أبو جعفر عليه السلام: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه بمنى فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، أما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعذرة أهل بيتي. نعم. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما كتاب الله فحرفوا، وأما الكعبة فهدموا، وأما العترة فقتلوا، وكل وداع الله قد تبروا. المصدر طيب. بحر الأنوار. نعم. يعني أحسنتم. نعم أحسنتم. الآن ربما يأتي في وقت آخر، لأننا إذا دخلنا في باب التحريف كذلك سنخرج كثيرا. يعني أخي العزيز، أنتم تعرفون منهج هذا البرنامج، على خلاف فضائياتكم التي فيها هي على حالة كشكولية، لا يوجد فيها لا منهج علمي ولا موضوع للبحث، وأنا أتصور أن المتحاورين أيضا لا يوجد عندهم موضوع. مرة يتكلمون في التحريف، مرة يتكلمون في التطبير، مرة يتكلمون في
في فلان مرة يضعون كلام هذا مرة كلام ذاك. أخي احنا تجدون بحمد الله تعالى هذا المنهج العلمي، وبودي كان أنه إخوانكم أعزائكم يتعلموا وأنتم تتعلمون أنه عندما نتحدث في حديث الثقلين أيضا أنتم يكون حديثكم في حديث الثقلين، أنه يوجد كلام يوجد إشكال يوجد ضعف في هذا الذي قلنا بينه، وإلا فأخي العزيز أتصور أن هذا أقرب إلى التشويش منه إلى المدافع. نعم أحسنتم. معنا الأخ حسين من السويد، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير الجزاء. حياكم الله. أود أن أبارك العالم الإسلامي كل مؤمن ومؤمنة بولادة مولاي ومولى المؤمنين ومؤمنات علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. ثانيا كان عندي بس سؤال يتعلق بحلقات السابقة بس مع الأسف ما صار عندي فرصة أنه أشارك. نعم. في حديث سمعته أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قال أنه إذا رأيتم معاوية على منبري لم نقل هذا الحديث أخي العزيز. هذا الحديث أخي العزيز اسمع أخي العزيز هذا الحديث لم نقرأه هنا ولم نقرأه ولا عندنا علاقة به لا في هذا البحث ولا في بحث، وأنت الآن تخلط بين أبحاث المطارح الأطروحة المهدوية ومطارحات في العقيدة أولا، ونحن لم نقرأ أيضا أي حديث مرتبط أنه إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فرجائي أن تدقق عندما تسمع لعل أنك سمعت في فضائيات أخرى وتتصور أنك سمعته من هنا. نعم يعني مع الاعتذار أحسنتم يعني سمح سيد إنما يقول هذا الكلام لأنه إذا لم يتأكد من سند الحديث وصحته لكي لا يقال الله خيراً. إن سمح سيد الآن وجدتم أنت الأخ العزيز. نعم. اتصل من أبو حيدر أراد أن يتكلم في التحريف، قلنا ليس موضوع حديثنا. نعم. ولهذا رجائي من كل الإخوة الأعزاء في أي موقع كانوا أن يكون بحثهم في موضوع الحلقة لا أنه خارج عن موضوع الحلقة. طيب أحسنتم. نعم إذا لديكم كلمة أخيرة سمحت. كلمة الأخيرة أنه نعم. هذا الحديث بودي أن المشاهد الكريم يصبر معي قليلا فيما يتعلق بصيغة كتاب الله وسنتي. نعم. لنعرف في آخر المطاف هل يمكن لنا أن نصحح ولو سندا واحدا، يعني ولو على مستوى خبر الآحاد لا على مستوى الاستفاضة ولا على مستوى التواتر. يعني فيما سبق نحن قلنا أن حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وعترتي متواتر بلا إشكال وبلا ريب، لأنه لا أقل نقله بشكل صحيح عن 5 من الصحابة وهو يثبت ماذا؟ التواتر كما قلنا. نريد أن نعرف هل يوجد ولو سند واحد صحيح، لا أسناد متعددة، ولو سند واحد صحيح لصيغة كتاب الله وسنتي أو لا يوجد. نعم. هذا هو الطريق الأول، وهناك طرق أخرى. نعم. سنتوفر عليها إن شاء نعم. الله. شكرا لكم سماحة السيد، وأيضا نعتذر الأخوة الذين رسائلهم أمامنا في الواقع ولكن لضيق الوقت لم نستطع قراءتها وستعطى لسماحة السيد إن شاء الله. إن شاء الله. أشكركم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، كما أشكر الأخوة الأخوات. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.